كثير منا كيعرف ناس محتاجة واللي كيعانيوا من أمراض مزمنة، ومن فوق هاد الشي ما كيقدروش يشريوا الدواء كل شهر. وباش نخفوا عليهم جات فكرة المعلقات، واللي اعتبرناها صلة وصل بين المتبرعين والمرضى الفقراء، واللي كتهدف أنها توفر الدواء للأسر اللي كيتم الاختيار ديالها بعناية واللي بصح ما فعلهمش. هكا خدي الدواء ليا والدواء الواحد غريب عليا. ومن هنا كنحاولوا نشروا ثقافة العطاء بيناتنا. هكا غادي نكونوا ردينا الأمل لقلب مريض ما قادرش يشري الدواء. فريق المعلقات كيكون الوسيط اللي كيختصر الطريق باش يوصل هاد الدواء، وكيشوف الفرحة ديال المريض اللي نتوما رسمتوها في الوجه ديالو. تيقوا فينا. جميل، ختمتوها بتيقوا فينا. دائما وابدا تلحون على مسألة الثقة غزلان، ولكن شفنا في الفيديو انه واحد استفاد من الدواء في الصيدلية، الفتاة أو المرأة اللي استفادت من الدواء في الصيدلية، وشفنا واحد من طاقم المعلقات مشى للدار ودق على باب المريضة وعطاها الدواء. هذه الآليات اللي كيتم فيها توزيع الأدوية اللي قدرنا نبسطوها ولا نشرحوها أكثر للناس. كيف ما كيوضح الفيديو، هذه هي الطريقة اللي كنخدموا بها لمدة سنتين مدينة تطوان، هو أنه إحنا كنمشيو نعينوا العائلات اللي كيكونوا محتاجة، كنجيبوا مع عندهم الريسيتا ديالو يعني لوغدونوس الدواء والمسائل القانونية، كنديو ديك الأدوية اللي كيحتاجوا الفارماسي اللي كتخدم معنا كنعطيوها لها. مي كيمشي شي متبرع أنه يعلق الدواء كيختار الدواء من هذاك لوغدونوس اللي كاين تما، يعني اللي كتحتاجوا شي عائلة من العائلات اللي المعلقة اللي في الفارماسي فيها أسماء الأدوية المطلوبة بالنسبة لهذه العائلة بناء على دراسة ميدانية، يعني كتخرجوا للزنقة للشارع المنازل كتشوفوا الحاجيات ديالهم، كندخلوا عندهم المنازل ديالهم، كاينه لجنة مختصة بهادشي كتدخل عندهم المنازل ديالهم كتشوفوا واش هما أصلا يعني الحالة ديالهم كتستحق أنه يتخلص عليهم الدواء. فوال من بعد ملي كنعطيو هاد لوغدونوس للفارماسي كيجي اللي كيعلق كيختار دواء من تما كيخليه، كتعيط لنا الفارماسي حنا كنمشيو مورا كنهزو الدواء كنوصلوه للناس اللي كيحتاجوه.